ربما سنتحدث معك الآن ومع عمار أيضا. سنتحدث على طبق من السمك، لكن هذا السمك هو سمك سمك الرمل. الرمل، نعم، عايش في الرمال، يتواجد إذن في الصحراء. ربما هو سمك الشرشمان أو هواية صيد الشرشمان في الصحراء. تابعوا هذا التقرير مع موسى بن ساسي ووردة أقشيش. ينطلقون في الصباح الباكر مشيا على الأقدام في صحراء ولاية ورقلة من أجل صيد سمك الرمال أو الشرشمان. هذا الحيوان الذي يتجاوز طوله 15 سنتيمتر يعد من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض. سمك الصحراء يعني، ويطلق عليه في الزرقاق، ويطلق عليه كذلك الشرشمان، يعني على حسب المناطق، يعني كل منطقة يعني ما يسمى. نحول الصباح ما عاد تطلع الشمس نلقوه مازال في المقص تاعو، يجينا بسهولة. وإلا نروحوا في القالة يعود يقطس هنا ويخرج هنا، يقطس هنا ويخرج هنا، ونتبعوه حتى نقبضه. هؤلاء الشباب يتحملون عناء المشي في الكثبان الرملية ودرجات الحرارة العالية لممارسة هذه الهواية التي لا تخلو من المخاطر. نجو هنا لهذه المنطقة، نقولوا كما نقولوا احنا نزلقوا فيها، وكما ناس شمارة يصيدوا الأسماك في البحر، احنا ثاني نجو هنا. دار معتبر كما نقولوا الحوت تاع الرمال كما نقولوا احنا. رغم ما يدور من حديث عن فوائد الشرشمان وتجارته المربحة خاصة بدول الخليج، إلا أن هؤلاء الشباب فضلوا تناوله في قعدة جماعية وسط ديكور صحراوي مميز. أميس، هل ستأخذين تجربة أبداً. تذوقي شرشمان؟ أبداً.